نادي الاهلي كلموني وقالوا لي ان هم عاوزين، انا بشتغل مع الفريق الاول في حاجات كتير، فنادي الاهلي كلموني قالوا لي ان هم عاوزين حد يجي يتكلم معاهم على التغذيه، ولان التغذيه مهمه جدا زيها زي الرياضه بالظبط، فلو هم مش مهتمين بالتغذيه بتاعتهم في خلال اليوم هياثر تماما على ادائهم في الملعب وهياثر على قدراتهم ونموهم. المهمه قوي بالنسبه للاعبين الكوره او بالنسبه للرياضيين عامه ان هو توقيت الاكل ونوعيه الاكل اللي بتدخل لهم مختلفه تماما عن نوعيه الاكل اللي بتدخل لاي حد تاني من بره. فلو انا ما باخدش مثلا حاجات فيها مكملات غذائيه لا بالنسبه للصغيرين او بالنسبه للكبار، محتاجين جدا ان اكلهم يبقى قبل التمرين خفيف جدا، في حاجات معينه توقيتها بعد التمرين، لازم ياكلوا اكل معين علشان ينمي العضل بتاعهم، لازم ياكلوا اكل معين علشان يبقى مختلف على ادائهم في الملعب، يديهم طاقه معينه، مش اي طاقه وخلاص، ما تبقاش طاقه هتنزلي السكر بسرعه. في حاجات لازم يبتعدوا عنها تماما زي الحاجات المحمره، الحاجات اللي فيها حاجات بروسيسد او حاجات زي ما بنقول معموله بايد الانسان زي المكرونات او كده، على عكس اللي الناس كانت فاكراه زمان، او ان هم بيدوا مثلا اللعيب مكرونه كتير قبل التمرين، لا ده مش احسن حاجه. احسن حاجه ان انا اخد حاجه طبيعيه زي البطاطس، زي البطاطا، زي التمر، الموز، حاجه تكمل الغذاء اللي عندي او الناقص من عندي من املاح وتديني طاقه في خلال التمرين من غير ما تتعب لي معدتي. اهم حاجه بالنسبه، لان انا اصلا كنت دراستي كانت في برشلونه، فكنت عايشه في اسبانيا بشتغل معاهم شويه، فاهم حاجه هم كانوا بيركزوا عليها اولا غير الغذاء نفسه، الحاجات اللي بتاثر على الغذاء. فانا مثلا ما اكلش مثلا سكريات كتير جدا تاثر على نومي او تاثر على تركيزي، ما اكلش حاجات فيها دهون عاليه جدا، فالدهون العاليه دي حتى لو كانت في خلال جبن صفراء، حتى لو كانت حاجات انا مش واخده بالي منها، مش بالضروره تكون محمره، الحاجات دي او العيش الابيض او الحاجات دي بتبتدي تاثر شويه على تركيزي وعلى طاقتي، انها ما تبقاش طاقه تقدر تكمل معايا. فهم اكتر حاجه بيركزوا عليها بره عاده ان هم يبقوا يناموا كويس جدا، ما بياكلوش سكريات كتير جدا بالليل، ما بياكلوش حاجات فيها دهون، وبياخدوا بالهم ان هم بياكلوا عناصر غذائيه تديهم كل الفيتامينات من غير ما اعتمد على حاجات من بره او مكملات غذائيه من بره. البادره دي كويسه جدا من النادي الاهلي، النادي الاهلي اهم نادي في مصر، فدي احسن حاجه هو عملها يعني حاليا، ودي من احسن الحاجات اللي احنا بنقول على طول ان التمرين مهم جدا، بس التغذيه 70% من الجسم، فلو هم مش واخدين بالهم في التمرين فبالتالي بيبتدي ياثر على نموهم. فبالنسبه لي النادي الاهلي من احسن النوازي، فان هو ابتدى يركز على ده مع كل الاعمار السنيه بتاعته، فدي حاجه هايله جدا. دي احسن حاجه هم عملوها، لانه بالنسبه ان احنا مش بس الكبار بيجوا لوحدهم لان هم عارفين مصلحتهم شويه، الصغيرين ما يعرفوش ده. فبالنسبه للناشئين احنا بنبتدي ناسسهم كويس من هم صغيرين، يبقوا عارفين بياكلوا ايه، فيبقى عندهم المعلومات الكافيه انه حتى لما يكبروا يعرفوا يتاثروا يتعاملوا لوحدهم من غير ما يحتاجوا يروحوا لحد، او من غير ما حد يديهم معلومات غلط فتاثر عليهم في الملعب او تاثر عليهم في نموهم او ذكائهم. كلام مهم جدا، توقيت الاكل ونوعيه الاكل، خاصه يعني للاطفال الصغيره كمان او البراعم او مدرسه الكوره في السن ده، انت بتبني عضلات وبتبني نمو وبتبني قوه وبتبني لياقه بدنيه، فهي الامور مش ملعب بس، لا في نواحي كتير جدا مكمله. يعني شايف من اهم النواحي في السن الصغير هي عمليه التغذيه، التغذيه مهمه جدا 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 للاعب كره القدم. ايه نوعيه الاكل اللي بتاكلها قبل التدريب اللي بتديك طاقه كبيره جدا وتخليك كويس في التدريب او في المباريات او بعد المباريات؟ بعد المباريات برضو دور مهم جدا نوعيه الاكل، انت اثناء المباراه يعني الجسم بيكسر يعني امور كتير في المباريات، او بيخسر الجسم يعني عناصر كتيرة جدا. ايه نوعية الاكل اللي انت تقدر بعد المباراة تكملها من خلال التغذية؟ فمهم جدا ان لعبتنا تتثقف، يبقى عندها التوعية من خلال التغذية الجيدة والتغذية الصحية او الاكل الصحي اللي يقدر يفيدهم بعد كده في خلال المباراة او خلال التدريب. ايضا سجلنا مع كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بعد محاضرة الدكتورة آية خبيرة التغذية الرياضية. منظومة قطاع الناشئين في النادي الاهلي احنا ماشيين على اهداف، ومن ضمن الاهداف دي احنا برضو في ثقافه دلوقتي جديده، ثقافه يمكن اللعيبه دي كلها في مراحل السنيه المختلفه بنشتغل معاهم، اشتغلنا فعلا في الاعداد النفسي واشتغلنا في القانون الجديد في التحكيم، والنهارده بنشتغل
في نظام التغذية مع الدكتورة آية، ودي حاجة مهمة جدا جدا، وده في اتفاق مع لجنة التخطيط في النادي الأهلي ان احنا نقوم بكل هذه الأمور عشان يبقى قطاع الناشئين في النادي الأهلي هو دائما السباق في هذه الأوجه، في هذه الأوجه اللي احنا بنشتغل عليها، والحمد لله احنا بنشتغل دلوقتي فيها كويس. ومحاضرات خد الـ 2002 والـ 2001، ولسه عندي مرحلتين إن شاء الله بكرة 2004 و 2005، ونبقى احنا كده الحمد لله يمكن عملنا الشغل اللي احنا اتفقنا معاه مع لجنة التخطيط. قطاع البراعم مهم جدا عندنا، يمكن اللعيب الكبير خلاص بيستوعب الكلام اللي بيتقال، بيستوعب كل ما هو كبير وما هو جديد في علم التغذية، والدكتورة يمكن شرحت لهم الكلام ده، ولكن قطاع البراعم مهم جدا ان انت بتنقل للولد الصورة حتى عشان ينقلها لمامته في البيت، او احنا بعد كده ان شاء الله الدكتورة آية تطبع لنا برنامج وهنوزعه للولاد، بحيث ان هو يبقى ماشي على نظام غذائي يفيد جسمه ويفيد تركيزه ويفيد ايضا القوى العضليه في مرحله النمو دي. الحمد لله احنا ماشيين زي ما قلت لك ان احنا في اهداف بنسعى ليها دائما، الارتقاء بمستوى الفني والمستوى الذهني والمستوى التركيز للعيبه كلها، ودي الحمد لله يمكن حاجه ايجابيه في منظومه قطاع الناشئين في النادي الاهلي الحمد لله. يعني اتمنى ان احنا طبعا يمكن هذه الاهداف بنسعى ليها، لان زي ما قلت لك البراعم والولاد الكبار اللي خدوا محاضرات سواء في الاعداد النفسي او سواء في قانون التحكيم الجديد او سواء في التغذية، كل ده بيفيد الولد، يعني بيفيده النهاردة ان هو يرتقي بمستوى الفني، لان كل ده بنعمله عشان الارتقاء بمستوى الفني، والمستوى الفني بيديله ان شاء الله ان شاء الله.